أما في قوله تعالى، اسمح لي بس لحظة الله يبارك فيك دكتور. نعم. في قوله تعالى فيكشف ربنا عن ساقه، وهذه في صحيح البخاري، وهذه مقدمة على الروايات التي تأتي بها عن ابن عباس والتي قال عنها السيوطي. لا تقوم بهذه الروايات التي تذكر عن ابن عباس، لم تثبت سندا وهي ضعيفة الأسانيد ومتناقضة. تقدم هذه الروايات الضعيفة على الرواية التي عند البخاري وقد قالها نبينا عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه، وهي في البخاري. كيف قدمت هذه الرواية الضعيفة بينما أنت تقول أنا لا أخذ في العقائد إلا بالمتواتر؟ شكرا. وأنت تأخذ الآن بالضعيف. شكرا شيخ عبد الرحمن دمشقية، شكرا جزيلا لمداخلتك. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صوابي، وأعوذ من جهمية عنها عتت بخلاف كل مؤول مرتاب، والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأنجابين.